وينضم إلينا حول هذا الموضوع من الرياض عبر الهاتف السيد ياسر الحسني، محلل سياسي يمني. صباح الخير سيد ياسر. يعني بدأت الأمور تتفاعل وتصبح أكثر جدية للوصول إلى السويد أو المنطقة القريبة من ستوكهولم كما علمنا، لكن سؤالي هو مع كل هذه التحضيرات هل يكفي أن نقول بأنه حسن النية وبناء الثقة كافي لإنجاح جولة السويد؟ تحية لكم وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة هناك يعني تفاؤل كبير بنجاح هذه الجولة، ولكن النجاح مرهون بمدى جدية ميليشيات الحوثي، وحقيقة هناك تاريخ طويل لميليشيات الحوثي بعزم الالتزام بالتعهدات. ويعني مشاورات الكويت كانت آخر مشاورات أجريت، كان المبعوث الأممي والوفد الحكومي قد وصل إلى رؤية للحل، ولكن حينما ساعت يعني حان وساعة التوقيع رفض الحوثيون التوقيع. وبالتالي أنا أعتقد أنه الكرة الآن في ملعب الحوثي. الحكومة الشرعية قدمت التنازلات، وافقت على يعني صفقة تبادل الأسرى، ويعني مبادلة مواطنين مختطفين ودكاترة وأكاديميين مقاتلين حوثيين. الحكومة يعني تقدم التنازلات في سبيل الوصول للسلام الحقيقي في طيب سبيل. لكن السيد الحسني هنا لي سؤال، يعني هي بالفعل قدمت تنازلات، الكثير يراها تنازلات كبيرة على خلفية المعتقلين، تبادل الأسرى، على خلفية حتى نقل الجرحى إلى مسقط، لكن هل أخذت ضمانات؟ يعني كل ذلك يتم بدون أخذ ضمانات من الحوثيين حتى من خلال المبعوث الأممي؟ يعني المبعوث الأممي هو يعني حريص على نجاح هذه الجولة، وأنا أعتقد أن الضمانة الكبرى لنجاح هذه المشاورات هو جدية المبعوث في التعامل مع الحوثيين. إذا ما استمر المبعوث الأممي في التعامل مع ميليشيات الحوثي بهذه الطريقة، أنا أعتقد أنه لن يحقق نجاح. هناك تجارب سابقة المفترض على المبعوث الأممي نستفيد منها، تجربة المبعوث إسماعيل ولد الشيخ جمال بن عمر عندما تعامل مع ميليشيات الحوثي بطريقة يعني نسميها طريقة دلال. طيب. يعني ينبغي أن يتم التعامل بحزم مع ميليشيات الحوثي، إن هذه ميليشيات. طيب سيد ياسر، يعني هذا التعامل بحزم، أعذرني لأن الوقت ضاق فعليا، هل من معلومات عن المدى الزمني لجولة السويد؟ يعني هل ستكون مفتوحة كأيام الكويت أم ستكون محددة؟ أنا أعتقد أنه حتى الآن تم وضع أسبوع يعني كمحدد زمني، وأنا أعتقد أن النقاط المطروحة على طاولة المشاورات ليست كبيرة، هي الجانب الإنساني والأسرى والمعتقلين ووضع خارطة لجولة مشاورات قادمة. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات سيد ياسر الحسني، محلل سياسي يمني، حدثنا مباشرة من الرياض عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.